ما الأصل في الإنفاق على الوالدين وما الحكم إذا كان أبي يأخذ مني ويعطي أخي وأختي؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.